السلام عليكم وعليكم السلام، أحييكم تحيوني هذه تحية الإسلام. السلام عليكم وعليكم السلام، أحييكم تحيوني هذه تحية الإسلام. هكذا علمنا الهادي نفشي بيننا السلام، السلام عليكم وعليكم السلام. السلام عليكم وعليكم السلام، أحييكم تحيوني هذه تحية الإسلام. خيركم عند اللقاء من يبدأ بالسلام، السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كان يا مكان في قديم الزمان في مدينة بابل بالعراق، ولد سيدنا إبراهيم عليه السلام. كان أبو سيدنا إبراهيم يسمى آزر، يسمى كان أبوه يصنع الأصنام، لكن سيدنا إبراهيم كان كارها لعبادة الأصنام. فبدأ سيدنا إبراهيم يتأمل في السماء حتى يجد الله، فرأى كوكبا، قال هذا ربي؟ ولما قفل قال إيه؟ إن الله إيه؟ لا يغيب. وعندما طلع الصباح وجد الشمس فقال هذا ربي، وعندما غربت قال إن الله لا يغيب. وفي الليل رأى القمر قال هذا ربي، ولما ذهب قال إيه؟ إن الله لا يغيب. ووجد النجمة فقال هذا ربي، ولما ذهبت قال إن الله لا يغيب. ونزل عليه الوحي بأن الله لا إله غيره، وبدأ بدعوة قومه بترك عبادة الأصنام وعبادة الله وحده، لكن قومه لم يطيعوه. وعندما كان هناك احتفال في الضفة الأخرى من النهر، ذهب سيدنا إبراهيم إلى المعبد وحطم جميع الأصنام وترك الأكبر فيهم ووضع عليه الفأس. وعندما جاء قومه قالوا من فعل هذا بآلهتنا؟ قال واحد منهم لقد فعلها إبراهيم. قال إبراهيم بل فعلها كبيركم هذا، فاسألوه إن كانوا ينطقون. وفي هذه اللحظة آمن بعض من قوم سيدنا إبراهيم، ولكن كبراء القوم قرروا أن يعاقبوه. وفي الحصة القادمة سنعرف ماذا حدث.